السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كما كتلاحظوا معايا عندي لكم مراقبة لهذه القسمة. هذه قسمة على حرف في كما كتشوفوا معايا. اليوم على ما أظن 9 أيام ولا 10 أيام، المهم كما غنقول لكم ما بقيتش عاقل شحال عندها. قسمتها جات عليها هاد الشتا، واليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا الخلية ديالنا فين راها الأم وفين راها القسمة. لحقاش حنا ملي قسمناها متعادلة، معرفناش الأم فين كاينة القسمة فين كاينة. من بعد قسمناها ومشينا في حنا، جات هي مات ديال الشتا ولله الحمد. واليوم كاينة الشميشة، غادي نراقبو الخلية ديالنا، وكيبان لي هاد الخلية هادي فيها الذكور بكثرة، وحتى هادي فيها الذكور ولكن ماشي بحال هاديك. غادي نقولوا بسم الله الاخوان ديالي، وغتراقبوا معايا الخليه ديالنا فين هي القسمه وفين هي الام، ونقولوا بسم الله. لحقاش كاين من الاخوان كثار كيسولوا على الطريقه ديال القسمه على حرف الفي بدون ملكه، يعني ما كنراقبوش على الملكه. درنا القسمه الخليه ديالنا الدخان على هكا، غادي نحيدو المقفله ديالنا وغنقولو بسم الله. القسمه ديالنا هي هادي، فيها واحد الله جوج ثلاثة أربعة ديال الإطارات وعلافة. غادي نقولو بسم الله، نكحزو كما العادة إطار الطلفاني. لاحظوا معايا الإخوان ديالي، اللهم بارك لينا وليكم. الإطار الأول فيه ملكة، هاهي الملكة ديالنا. شوفوا معايا الملكة ديالنا هي هادي، اللهم بارك. هاهي فين هي، هادا يعني القسمة ديالنا حنا قسمناها بلا ما نعرفو الملكة فين كاينة. دابا جينا في المراقبة لقينا الملكة ديالنا على ما أظن مشات لينا في القسمة. حدنا مغلقة اللهم بارك على جوج اتجاهات. دابا اللي غادي نقولو القسمة ديالنا نهار اللي قسمناها، لاحظوا معايا بيض مفتوح الخلية ديالنا، بيض مفتوح من هاد الاتجاه. يعني دابا هادي النهار اللي قسمنا ما راقبناش الملكة ديالنا فين مشات. أبو بلي قهوة عسل، الملكة ديالنا كاينة هنا اللهم بارك فيها. غادي نغطيو الخلية ديالنا حتى نزيدوها إطارات، نديرو المراقبة ديالنا نكملو، ومن بعد إن شاء الله
غنزيدوها اطارات. الخناشي كما كتشوفوا معايا خنشات عياو، خصنا نديرو خنشات جداد. دابا اللي عرفنا من الخاليات ديالنا، هذه هي الام، والام ولات لينا هي القسمه. وعلى ما اظن الا كان عقلي ينفعني، راه الملكه ديالنا نهار اللي قسمنا شناها فين مشات. اللهم بارك. كما القاعدة نحيدوا الإطار الطرفاني، يعني كيكون شوية ديال الاتساع. الخالية ديالنا فيها القسمات كتار، فيها إطارات كتار، نقدروا نحيدوا منها ونعطيو القسمة ديالنا. القسمة ديالنا غنجاوها مربية لنا بيوت الملكات، عسل حبوب اللقاح هاد الإطار هذا. وملي كنكونو كنحيدو الإطارات ديال المراقبة، ديما كنكحزو الطرفاني ونراقبو باش ما نقيسوش. مثلا بيوت الملكات، مثلا الملكة ديالنا كتكون على الأطراف، الإخوان ديالي اللهم بارك لي وليكم ولجميع المسلمين. خالية هنا كيبان ليا بيض مفتوح، ما ربما الملكة ديالنا خرجت وفقصت وكتبيض لينا. بيض ديال الذكور هو هذا، بيض ديال الذكور هنا، شي بيت ملكي باقي ما لقيتش، ملكة حتى هي باقا ما بانتليش. إطارات حضنا الملكة ديالنا إخوان ديالي، ها هي يعني تا القسمة ديالنا راه خرجت فيها ملكة، ها هي وكتبيض. اللهم بارك لنا ولكم. إذا القسمة ديالنا الإخوان ديالي راها متعدية 15 يوم. اللهم بارك لي ولكم ولجميع المسلمين. الخلية ديالنا القسمة على حرف في راها ناجحة، فيها حضنة مفتوحة وحضنة مغلقة. القسمة ديالنا ناجحة.
ولله الحمد. هادي غادي نزيدو اشمع اساس من هاد الاتجاه ومن هاد الاتجاه، اولا نكحزو هذا ونعطيوها اشمع اساس. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم الخوان ديالي. الشمع الاساس هو هذا، عندنا الشمع الاساس ديالنا حطو حدانا هنا. الطريقة باش غادي نعطي الشمع الاساس للخلية ديالي، غنكحز هذا هنا ونشوف هذا شنو فيه. هذا فيه حبوب اللقاح وعسل، كحزو حتى هو. وهذا شمع اساس غادي نعطيه للخليه ديالنا حدا الحضنه. علاش غادي نعطيه حدا الحضنه؟ باش تبنيه لينا الخليه ديالنا. وغادي نعطيوها جوج ديال الشمع اساس بهاد الطريقة هادي. عطينا واحد شمع أساس، وغادي نعطي وحده هذا حبوب اللقاح وعسل، ونعاودو نعطي واحد شمع أساس. علاش؟ ربما نتعطلو على الخلية ديالنا وقت الخدمة هادي، وما تلقاش فين تبني لينا الخلية ديالنا. بيضت غيمكن لينا نعطيوها المحلول السكري باش تبني لينا هادو وتبيض فيهم. علاش؟ هاد الوقيته اللهم لك الحمد حبوب اللقاح موجود، حضنة موجودة، وعسل على برا باقي ما كاينش. العسل في هاد الوقيته كاين في الليمون، كاين في الغابة ديال الكاليتوس. الربيع باقي ما فيهش عسل. يمكن الأخ النحال يعاون الخلية ديالو بشوية ديال المحلول السكري باش ينجحولو ان شاء الله الرحمن الرحيم. الخلية الاخرى اللي هي الام هي هادي، الملكة ديالنا. الاخوان ديالي خارجين، اللهم بارك. هذا فيه عسل وحبوب اللقاح. هذا شمع ممطوط، غادي نعطيوه للخليه ديالنا هنا باش تبيض لينا فيه الملك. ومن بعد كما كتشوفوا معايا نعطيها شمع اساس، هذا الشمع ممطوط. غنزيدها هذا شمع
الشمع ممطوط في الطرف. اذا الخليه ديالنا الاخوان ديالي ولات لينا واحد الله جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه الاطارات، وخاصه شويه ديال الماكله غادي تكون حتى هي ان شاء الله الرحمن الرحيم. بهذه الطريقه الاخوان ديالي اللهم بارك ليا وليكم، ونعاودو نقادو الخليات ديالنا كما كتعرفوا، وغادي نراقبو خليات وحدين اخرين اللي هما قسمات كما شفتوا معايا الاخوان ديالي. القسمات ديالنا ناجحين والله يسخر ليا وليكم ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.